اهلا بيكم. جريمتين نصب انتشروا جدا في المجتمع، حابب احذر منهم. اول واحده جريمه بيوصلك مسج على موبايلك من رقم تليفون عادي جدا، رقم التليفون ده نصاب بيقول لك ان في مشكله في حسابك البنكي، فراجعنا علشان نقدر نحل لك المشكله دي. وللاسف بتراجعهم بتلاقي النصابين دول جامعين اكبر كميه معلومات عنك، عارفين اسمك عنوانك حاجات كتير جدا، فانت هتتفاجئ بالمعلومات دي، فهتتوقع ان هم من البنك وهتبدا تعطيهم بيانات، وبعدين بتتفاجئ ان حسابك بيتسرق منه مبالغ. فخلي بالكم من الموضوع ده. احنا شفنا قريب برضو كان في جريمه مشابهه من يومين، واحده جت تعمل تسحب من الماكينه من حد، فبدل ما تديله بطاقته، او بدل ما تديله بطاقته اديته بطاقتها وخدت هي بطاقته، وبدات تسحب فلوس لغايه ما سحبت 150,000. النصب عن البنوك ده انتشر جدا، فيا ريت نخلي بالنا وما نبقاش فريسه للمجرمين دول. بطاقتك في البنك محدش يسحب لك من ماكينه غيرك، اي رقم يجي لك من البنك برقم شخصي او رقم موبايل اعرف ان ده مش تبع البنك خالص. البنك ما بيطلبش منك الكود، ولا بيطلب منك باسورد، ولا بيطلب منك اي حاجة خالص من دي. اي حد بيطلب منك الحاجات دي اعرف ان هو نصاب، خلي بالك. طريقة النصب التانية اللي عايز اكلمكم فيها هي لأي حد معاه ايفون، بيجي لك اي مسج من ايميل مكتوب فيه ان هو جاي لك من امازون، وان في راتب 12,000 جنيه وحاجات كده، ولازم ترسلنا على التليجرام او على رقم الموبايل. طبعا امازون عمرها ما تبعت الكلام ده لاي حد خالص، دي برضو طريقه نصب، عشان حضرتك تروح تتواصل معاهم على التليجرام او على الرسائل، ويبدا يطلب منك مبالغ مقابل ان هو شغلك في شركه امازون. شركه امازون عمر التعيين فيها ما كان بالمنظر ده خالص. اي حد معاه ايفون يحذر ان يجي له اي مسج بالايميل ده وايميلات كتير، فخلوا بالكم لان دي برضو طريقه نصب انتشرت كتير جدا. انا شخصيا وهحط لكم صوره هنا، جالي اكتر من 8 مسجات من الايميلات ان في امازون مصر طالبه ناس وب 12,000 جنيه واتصل بينا واعمل، طبعا كل ده نصب. فنخلي بالنا لان النصب انتشر كتير جدا، فمحتاجين نحده، مش محتاجين ان احنا نوقف المجرم ده عند حده. اذا اي حد بعت لك مسج باللي قلت لك عليه، بياناتك ان هو تبع البنك وحسابك متعطل والكلام ده، ما تصدقوش او بلغ الشرطه بالرقم ده، هم ممكن يقدروا يشوفوا شغلهم. تاني حاجة بخصوص الايفون، لو جالك اي مسج من البتاع ده من الايميل بيقول لك ان هو تبع امازون، ده نصابين يا جماعة، خلي بالنا من نصابين. فلوسك اصلا يعني انت بتجيبها، طبعا شايفين الوضع الاقتصادي في العالم عامل ازاي، فانت بتجيب فلوسك مش بالسهل. ليه بعد ما تجيب فلوسك نصاب بكلمتين ياخدهم منك؟ نخلي بالنا، بلاش نقف في ايدين النصابين. شكرا ليكم، سلام عليكم.